مرحبا بكم في هذا العدد الجديد تاع عرض عليها الكلام. اسبوع جديد، متنافسين جدد، وهذا الاسبوع رانا في بوابة الصحراء في الجنوب الشرقي للجزائر. مرحبا بكم في ولاية بسكرة اللي معروفة بتاريخها وبطبيعتها. الله يبارك، عندهم كليما ساك ما شاء الله، بسكرة وناسها طيبين بلا ما نسوا أطباقها الشهية. وهذا الأسبوع ربع متنافسات راح يكونوا فائزات هذا الأسبوع، ولما لا تكون عندهم عرضة عليها الكلام. شكون من؟ سليماني، حاتم، خالد، نواف. شكون فيهم راح يكون الفائز هذا الأسبوع وعند من راح تكون عرضة عليها الكلام؟ واليوم أنا معروضين عند حاتم. معكم بن عبد الله محمد العيد المدعو حاتم، 26 سنة، طالب جامعي وصاحب مقهى. يعني شرف لي أني شاركت في الحصة هذه. أنا ما زلت صغير يعني، الحق يا ربي ما زال المشوار، هذه مجرد أنه بداية، وإن شاء الله نحقق الحلم تاعي أنه نفتح مطعم خاص بي وندير فيه الأكلات تاعي، وإن شاء الله تشرفوني إذا أمكن الأمر إن شاء الله. اي راجل يعني من الاخر كاين حاجه، هي العقده هي لما عند من الاخر. وخاوتي يعني لا حبست مجال الطبخ، عرفوها باللي من لما عند. السلام عليكم، اليوم التالي في حصه تاع عرضه وعليها كلام. اليوم محضر ميني للضيوف نتاعي. واشك موجد لنا اليوم حاتم؟ اليوم دير لا سوب، لا سوب بولي. وش فيها السوبا؟ فيها بدات ريحتها تبان، فيها البصل، بطاطا، الماء، توابل، ملح وصدر الدجاج، هكذا خلوهم. من بسكرة حاتم راح يدينا ديريكت للمكسيك. هاي كرامبا. كيفاه؟ خلوهم يغليو في الماء هكذا، جست الماء نوصلو حتى الماكسيموم تاع الزر ولا صديق المكونات نتاعنا هكذا حتى يطيب. راح نحضروا لهم مقرمشات، نجيبوا ورق. شنو هذه مقرمشه؟ نقسموه على زوج، ومن بعد نحو الزيت. واش فيها هاد لافارس حاتم؟ ومامطون نجيبوا الحشوه هنا واجده. وش فيها؟ فيها دجاج، فروماج، معدنوس، وكريم فريش. نديرو هكا، نجيبو الحشوة هكذا، نعمروها بيان. هذه نجيبوها لهنا هكذا، إذا كانت تخص الحشوة زيدو لها شوية مش مشكل. ومن بعدها نقلبوها هكذا. ايه هذا بورتفاي. وهذه الزايده تقدروا تدخلوها لداخل. ضيافناهم في الطريق وما على بالهمش بلي راح يكتشفوا المكسيك اليوم وياكلوا بورتفاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم رانا معرضين عند خونا حاتم، رانا عرضنا في عرضه، هذه اخر العرضه تاعو، هي العرضه لافون. ان شاء الله يعود موجد لنا الاطباق نتاعو. كما شفنا امس راه كان مستريسي شويه نوعا ما، راه خايف. ونجيبوا الزبده او لبير، حاجه طريه قطعوها. وشنو هذا الموس؟ الله اكبر، كبيره راح تذبح كريف. سادي بون، كل واحد وكيفاش يدير، يحب يدير كثر ما نديروها نلوحوها في المقله ومنطو. زيدوا لها كمية زيت، زيدوا لها كمية زيت جيست نحمروها برك، القرشة تاعنا جيست نحمروها. دروك نخلي الزيت والزبدة نتاعي يتقلاو، ومام طون باش نقلي المقرمشة نتاعي باش ندخلو في الطبق الرئيسي نتاعي. ودروك رانا مع الطبق الرئيسي تاعنا
واللي هو السوشي. السوشي هذا ذوكا تقريبا اخترته بسك، هذه اول حاجه حبيتها قبل كل شيء. من المكسيك لليابان ديريك، طبق خارج عن التقليد. اوكي ذوكا نوريكم طريقه تاع تحضير السوشي. حاتم كيفاش راح توجد لنا هاد لي سوشي؟ يا ما تشاف سيفو الاداه لف اللي هي يسموها الماكيتسو. عندنا ورق، الورق الطحالب، ايه الطحالب، الروز والزربيه، حرشه. احنا نخدموا على جهه الحرشه، نديروا كيما هكذا ونزيدوا نجيبوا الروز يكون سدي بون محضرينه قبل هكذا. نديروا ايدينا باش ما يتلاصقش الروز هكذا، نهزوه ونخدمه، نفرشوه فوق الطحالب الورقه تاعنا كيف كيف، نغمسوا يدينا السوشي. هذا هو طبق يعني غني بالبروتين، يقدر يتناولو اي واحد سدي بون، كل واحد كيف حاب ياكلو يعني ني ولا طايب الحشوه تاعو كيف كيف هكذا. ديما نخليو قعد ساعة مع هذا الروز. ضيفنا في الطريق وخلى لهم اللغز واعر بالبزاف. احنا رانا متوجهين ورايحين عند حاتم ونشوفوا الرسالة واش تقول. الرسالة تقول: نرعى نجوم جي ديجاني، مريت النوم لجفاني، نرحب بالضيف اللي جاني وبالعرض الخارج لوطاني، شي ياباني وشي طلياني. اسكو هذه اللي راهو خلاها لنا الكلام هذا، واش راهو موجد لنا؟ اسكو موجد لنا شي ياباني وشي ايطالياني؟ هذه اسكو حاجه صينيه، طبق صيني، اسكو حاجه هكا متحوفه كيما الصين؟ شي يدير لك يحط لك كيما المغارف تاعهم هكا اللي يهزوا بها الحشوه. دركا كل واحد واش حاب يدير. انا خيرته اليوم خيار، جبت الخيار كذلك هي الخيار والكرومب. حاتم حبيت نسقسيك، هذا يتغمس ينتكل في لاصوص؟ لا لا هكذا خضر ديرك بيهم بالطحلب. ايه والافوكادو شوفوا قطعوها شرائح هكذا، دخلوها مع مام لي زافوكا حاضرين في السوشي. وحاتم جيب لي ربي حسبت له تاكوسا. ايه باسكو حط لافوكا شغل فرق تاع دلاع. جيبوا السلمون هكذا. ايه سمك السلمون. اه هنا بدات تحلى. دخلوه في الحشوه. حب اللي يديروا ني، لا يحب يديروا طايب، سا ديبون الحشوه كيما يحب هو. الصنعه هذه تعلمتها من الشيف سيفو، يعني كثر خيره وان شاء الله نكون من المنافسين تاعو هكذا. اوكي جيبوا الفرماج تاعنا ونزينو هكذا. ها فرماج. قلت لك اللي ما حيضربوا تاكوس ياباني. دركا شوفوا طريقة اللف نتاعها، حاجة سهلة يعني. نديرو نروليوه أول حاجة فوق الحشوة الأداة تاعنا، نهزوه ونعاودو نروليوه دوزيام فوا، نزيدو أومام طون نرصو عليه وشية، ندخلو الحشوة لداخل هكذا. زيد تبقى لنا هذه الأخيرة، نحاولوا نجيبوا الماء هكذا بيسك الماء لهنا يولي يلصق الطحالب ببعضها، ونكملوا اللفه الاخيره. الحساب ما راهو يقول شي طلياني وشي ياباني، راح ممكن تعود طلياني راح ميل لاباط بالك بيتزا ولا مقارون ولا، وشي طلياني حاجه اكيد ياباني شي اكيد راه حاجه في النوع من الحوايج البحر كما حوايج المختصة بها الصين ولا ممكن تكون حوت، ممكن يكون سوشي، ممكن يكون ما على باليش. رانا نكملوا في الرتوشات الأخيرة للطبق الرئيسي تاعنا، وماذا بينا نروحوا للتحلية قبل ما يجوا
ضيوفنا. كما راكم تشوفوا السوشي ياباني، وحاتم رجعوا بيسكري، ما بقى غير ديسير. ورانا رايحين متوجهين عند خونا حاتم، والسربريز راح تكون في الطاوله نتاعو. رانا مع التحليه تاعنا، ما بقى لنا غير الروتوشات الاخيره. اوه حاجه شابه، والبرتقال داير حاله. وشنو الديسير حاتم؟ التحليه تاعنا تعتمد على كعك اسفنجي، الكريمه تاعنا مخدومه بالسكر، عصير الليمون، عصير البرتقال، وكريم فريش. منو شباب بزاف، او يستنى ضيافنا كلش واجد من لونطخي حتى للديسير، وضيافنا كانوا مرافدين كار داكسي. اليوم جوله حول العالم، مرحبا بكم عند حاتم. مرحبا. السلام عليكم. اي داخلين شغل زاد من عند الطبيب. وحاتم هو الفرملي. وقيل مازال ما جات الطبيبه. مرحبا بكم عندي. ان شاء الله يعجبكم المينيو. لونتخي راح تكون اون سوب. او لي قرموش. او لا قرماش. المهم صحتكم. في انا فانا فابرك. فرحوني. فرح نزيدك فرح ان شاء الله. اي والله. والله راني نشوف اللي ربي يبارك. شوف راك جايبها بعد ان شاء الله. دوك نذوقوا ونشوفوا. يلا هواك قدموا ان شاء الله. بسم الله. نبداو بخالد اللي ديجا عنده مشكل تاع ملح. لا سوب كانت هايله، عنده شويه زياده في الملح. نقدر نعرف واش درت لنا اخ حاتم؟ يعني تحوس يعني المكونات. لا هذا واش طبق واش هنا؟ لا سوب دارها ربي يبارك. لا سوب زينه. هذا سوب بولي. المكونات تاعو حاجه خفيفه، بصل، بطاطا، زدر دجاج، فرماج. باين لي غو تاعو، باين بطاطا باين حاجه يعني خفيفه مليحه. هاي تهضر. نوال واش رايك في لاسوب؟ لاسوب تاع حاتم كانت بالنسبه لي انا حاجه جديده وروعه، عجبتني في ليغو، في الديكور، في ما شاء الله يعطي الصحه. شوفوا في هذا واش هو راي ديماري. ما طراطيش. ما طراطيش. يلا مين نبداو؟ سنه انا تفضلوا. انا عجبتني لاسوب. مليح ربي يبارك. لاسوب سبحان الله تونسي ياكل وغايس. تونسي واش رايك في القرموش؟ القرمشه ثاني جات ربي يبارك، حاجه زينه القرمشه هذه الله يبارك. بصح قول لي كيف تخدمها؟ ديما مزروق. ديما مزروق. ملي عدت الريق بعد شي هو حاجه سهله طول. خبز تورتيلا تعرفوه بالك شحال كل تاع تاكوس وهذاك. الحشوه تاعنا دجاج فرماج. مام خالد المقرمشة عجباتو؟ المقرمشة الثانية كانت ما شاء الله، المقرمشة مام الداخل ما هيش ناشفة، كانت طرية. تقدر تقول لي حاتم هذا يمشي مع لاسوب هذه برك ولا يمشي مع أي أصوب؟ هو شوفي يعني تقدري تدخليها مع أي حاجة فهمتي. مي أنا دخلتها دروك مع لاسوب، شغل حبيت نبدل الجو. نوال واش رايك في المقرمشه؟ المقرمشه ثاني عجبتني وبنينه وكلش تاعها طايب ولبس بها يعني عطيه الصحه ثاني. تحبوا تكملوا كملوا ولا خلينا نشوفوا الطبق الرئيسي. لونتخي كاع عجبتهم سيرتو المقرمشات. وقتها الطبق الرئيسي. لو بلا برينسيبال فاجئ المتنافسين وسيرتو نوال. كلش متوقعتها سوشي حاتم. دخلتنا المطبخ الياباني. الياباني. ربي يبارك. ياباني ولا صيني. تبان لي رسالة. نوال قتلاته بسامح لي. ومام حاتم ثاني طلق روحه هو. عجبو الحال، حس روحه الشيف سيفوي. هو رانا نعطيكم حاجة خفيفة بصح يعني ما نحكي لكمش ما نتعمقش بيسك هذاك يعني سر المهنة. ها سر المهنة. واش حاتم بوتين وما قال لهم سر المهنة، أنت تقول لنا سر المهنة. والله ما حب يقول لهم واش فيه الرز. جابوني. رز ياباني. لي برودوي اللي نستعملو فيهم ثاني كيف كيف من برا من جابون، كيما صوص فينيغريت اللي نخلطوها مع الرز باش تعطيه النكهه تاعو. كذلك نستعملو ورق تاع الطحالب. ورق تاع الطحالب. وعندك اداه
اللف ذات اللف تاعها ايوا شي جيكروني هكا ايوا عنده سبيسيال سبيسيال بالاداه هذيك نفرشوا نبداو بنوال واش رايك في السوشي واش رايحه نقول لك اليوم فاجئنا شيف حاتم بالسوشي يعني انا ما كنتش نتخيل يعني اخر شيء كنت كي حطنا في الطاوله السوشي يعني فاجئني تفاجئت وتفاجئت سوشي كيفاش ناكل انا سوشي وكيفاش طر اول مره يعني يعطي الصحه يعطي الصحه يعطي الصحه والبنالقو انا كنت سوشي كنت نتخيل فيه حاجه يعني نيه وهكا وما نقدرش ناكلها بصح كي كليتها عند حاتم نسجعوا ونقول له ديروا مشروع في حياتك يعطيك الصحه ومن بعدها نفرشوا الروز على الجوانب بصح ما نكثروش ياسر خالد واش رايك في السوشي صريح العباره اول مره ثم نذوقه مام في الشكل ربي يبارك لا فينيسيون تاعو ما شاء الله مام في الجو ربي يبارك انا بالنسبه لي النوع الطايب ما اللي مشي طايب ما عنديش حاجه فيه في الجو ملت للنوع الطايب ثم كان عنده جو مليح خاصه اني مع كي تغمسوا مع الصوص تاع الصويا تاعو هذيك جهيل ثم مع الحماضه والحلاوه هذيك ما ياثرش يدينا في الماء ومن طون نهز الرز باش ما يلصقناش في يدينا هكذا ونفرشوه تونسي راه يبان ياكل ويغني في قلبه واش رايك في السوشي تونسي السوشي ربي يبارك حاجه صينيه وتشرف الولايه بسكره وتشرف هو ان شاء الله اول خطره في حياتي ناكلها السوشي هذه وخاصه بهذاك شنو سدي بون شحال دير سومو دورات كروفات كل واحد حاب يدير دجاج كل واحد القوة اللي حاب ياكلو عندك ثاني افوكادو الخيار هذو الحوايج الزايده معاه واش يمشي يعني هذا السوشي كيف يمشي صحة تونسي راه ياكل بادوك زوج حطبات تونسي هاك وليت لنا بروسلي هذيك كيفاه القبضه كنت تشوف شناوا وزاد ورانا خونا كيفاه تهز عدت ليه في تما في دماغي زيت خفيفه تما عرفت كيف نخدم بها عدت نخدم بها ناكل بها رايح هو طبق هو متكامل يعني وغني من البروتينات يقدروا يتناولوه كبير ولا صغير يعني بالنسبة لطريقة الأكل السوشي يعني حاتم فاجأتني وما قدرتش نتعلمها يعني ندي واحد شينوي باش يعلمها لي حاول معايا بصح ما قدرتش سامحني حاتم خويا القو ما خليتش بصح طريقة الهزام السوشي ما قدرتش باش نهز السوشي دوك نخليكم تكملوا مع لي بلا ودوك نجيب لكم الديسير ان شاء الله راك مشوقنا خاطر ما داخل غير ما كانش فيهم اللي ما عجبوش لو بلا برينسيبال وحاتم ميت بالسعاده وطايح خشين وقادر يديها هو وقتها الديسير نشوف فيكم لازقين فتح لي هذه فاجئتني بعد فتح لي هذه ماناش لازقين بصح واش هي تحلية هذه مش يابانية ولا جابونية ولا ما فيها حاجة نية ولا حاجة نية ما فيها والو بالعكس عندك بسكويت اسفنجي هذاك نعرفه عندك الكريمة هذه تسألي على بالي كيفاش أكيد أكيد أخي تعرفني نشتي السكر عندك قشور تاع قشور تاع البرتقال هاكي معايا عندك عصير تاع البرتقال خلوهم في على نار نبداو بتونسي واش رايك في التحلية ديسير ثاني ديسير أظنك تاكل في حبة تشينا ولا بنان ثاني ديسير تاعو طوب وفي نفس الوقت راني نحضر ندير بيض مع نشا خلطهم بيا ونضيفهم في الخليط الاول حتى يتماسك واللي مزيج خالد التحليه تاعو كانت في القمه بارده تحسها متناسقه من ناحيه كلش الشكل الذوق ما شاء الله ربي يبارك يعني وفي النص دير المكسرات على اساس باش تمد طعمه اخرى وتكسر الكريمه وانت واش رايك مهم كل شيء ربي يبارك والله الكريمه يعني ماهيش حامضه وماهيش لا بالعكس انا اعتمدت على البرتقال لا لانه ماشي يحكم لا لا انا شيء الفاكهه تاع الفصل وشيء موسميه يعني موسميه ما موسميه هذه حوايج حبيتي نوال عجبتها التحليه التحليه ما شاء الله يعني جاتني على القلب معالي سوشي وحاجه بحريه
يعني حسيت بها حامضة وبنينة، يعني يعطيه الصحة. الكريمة مع المكسرات يعطيه الصحة، حاجة باردة وبنينة يعطيه الصحة، يعطيه الصحة. يعطيك الصحة يعني شاب بسكري. لازم لنا دورة تكوينية عنده في كل شيء، في الترحيب، في كل شيء ثاني. ودوكا حنخلوك دوكا باش نروحوا. في الطبق الرئيسي، في التحلية، يعني ما عندي ما نقول. ونشكرك على الاستضافة تاعك. يعطيك الصحة حاتم. اليوم من بسكرة ديتنا للمكسيك، ومن بعد لليابان وتونسي، ولا لنا بروسلي وخالد، ولا لنا جاتلي. والديسير ما عندنا ما نحكوا. مالا وقتها لي نوط. نورمالمون اليوم كاع تسعة. لا بروميير نوت تونسي. عرضه زين الله يبارك، وخاصه الاطباق تاعو فاجئنا بها، وعلى هذا راح نعطيه نقطه. احسن نقطه راح نعطيها له نعطيه 8.5. اه احسن نقطه 8.5. دوزيام نوت نوال. في العرضه تاع اليوم يعني ما عندي ما نقول، ورانا باللي بسكرة ما تقيدش غير في الاكل التقليدي، وعلى هذا نعطي له النقطه 9. 9 نقاط من عند نوال. يونفان خالد. قام بينا من جميع النواحي، يعني من ناحية الاستضافة، من ناحية تقديم الأطباق، من ناحية تقدم لنا حاجة جديدة ما كناش منتظرينها من 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 واحد في من المنطقة تاعنا يعني. وعلى هذا راح نقيموه ونعطوا له نقطة 8.5. 8.5 من عند خالد. كما شفتوا كان أسبوع هايل بالبزاف، أوا جوزناها بيان والأطباق كانت شوية متنوعة مي لاباس. أوا الأسبوع الجاي إن شاء الله حاجة شابة. ما تنساوش غدوة راح يكون النهائي، وراح نعرفوه عند من كانت عرضة وعليها الكلام. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا، نتلاقاو غدوة إن شاء الله، تبقوا على خير.